السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، مش هنطول عليكم، حكينا لكم في الفيديو اللي فات انه لقينا طيور غريبة، عصافير غريبة على الأرض في إحدى الأراضي. العمال هم بيشتغلوا بيرفعوا في البطاطا، لقوا هذا العشب على التراب، احنا مش عارفين نوعه. هيها ظلت عايشة، احنا أطعمناها، والبيضة اللي شفناها أو اللي أجتنا مع العشب طبعا فحصناها لقيناها غير مخصبة، هنخليها. طبعا هاي العصافير موجودة، تفضلوا. طبعا احنا طعمناها، طبعا طعمناها البيض المسلوق مع البطاطا المهروسة اول يوم. ثاني يوم وفرنا شوية ديدان من عشة الحمام، من عند الحمام وفرنا مجموعة ديدان صغيرة. وطبعا حطينا شوية قمح مع ذرة سنونية اكل حمام، حطيناه في مية ونقعناه علشان ينفش ويصير طري عشان نطعميهم منه. هاي تفضل، هذا هو، هاي طبعا نقعناه في المية، وهي موجود هان. هلقيت راح نطعميهم، طبعا هلقيت انا حبدأ اطعميهم. انا طعميتهم الديدان اول، بعد هيك انا هطعميهم من اللي هو الحبوب المنبتة اللي انا نبتتها. هذا قمح، طبعا بلاحظ يا جماعة هذه العصافير غريبة في أمرها، إنه ما إلها حوصلة زي حوصلة الكناري إنه الأكل يبين فيها. بشعر إنه الأكل بروح على المعدة مباشرة. طبعا هذه مية، انا هشربهم مية. تابعونا عبال ما يكبروا ونشوف شو يطلعوا مع بعض، ونشوف هالمفاجأة هذه شو تكون. لا تنسوا الاشتراك في القناة لكل محبي الطيور، الحسون والكناري والطيور والعصافير بشكل عام. لا تنسوا الاشتراك في القناة. مع تحياتي وسلامي لكم.